أكيد صار الوقت نعرف تفاصيل كثيرة عن أبراجنا وحظوظنا وحركة الكواكب مثل العادة مع مدام نجلاء يلي اليوم عيد ميلادها. نعم عملنا لها يعني هيك هابي بيرثدي قبل ما نبلش بالحلقة. العمر الطويل يا رب. سلامتكم يا روحي. الله يسعدكم يا رب العالمين. ينعاد عليكي بكل خير يا رب. الله يسعدكم ويسلمكم. يعني هيك فاتت مدام نجلاء بلشنا احتفالات. أنا هلا أنتِ على مدار السنة بتحتفلي بالكل. خليني إياكي يا رب تأمروني. الله يسعدكم يا رب. الله يسعدكم. الله يسعدكم ويفرج هموم الجميع يا رب العالمين. يفرج همومنا. يسعد صباحكم وتضلوا بخير. طبعا اليوم 7 أيلول، يعني كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد متقدما في برج الميزان. هلا ابتداء من بعد بكرة رح يبلش تراجع في برج الميزان، بس يعني الميزان لطيف، برج لطيف، وحيكون التراجع هالمرة هيك لطيف وخفيف دم، يعني ما حيكون كتير مؤذي أو مصدر مضايقات. ما زالت الزهرة تتقدم في برج العذراء، لسه عاملة محاسن أو هيك إيجابيات لمولود الجدي، لمولود برج الثور، وبالتأكيد مولود برج العذراء، بس عاملة شوية مضايقات للجوزاء إضافة إلى القوس، إضافة إلى برج الحوت. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم الأمور له إيجابية وجيدة، يعني أفضل كتير من اليومين اللي راحوا، لأنه صار يومين مكركب ما كتير مبسوط. يوم اجتماعي بامتياز، تقبل وادعى علاقات، تواصل مع الآخرين، الأمور بالمجمل جيدة وإيجابية، وعنده هيك جسور تواصل بينه وبين الآخرين. يمكن عم بيسافر، حفلة، مناسبة، صداقة، كل واحد حسب وضعه، بس في وعود كثيرة لمولود الحمل. مولود الثور هو اللي مو كتير مرتاح اليوم، ما بعرف، محتاج تخفف من التحديات، في شيء ممكن عم بيمس كرامتك، أو يمكن تشعر أنك مستهدف، أو في هيك نوع من أنواع المنافسة، ما بعرف. على كل عصبي شوي مولود برج الثور اليوم، وهيك آخر الأمور يعني بشوية تشنج. أنا برأيي بده شوية هدوء، لأنه ما في شيء سيء فعليا. ردود أفعالك اليوم شوي هيك عفوية. مولود برج الجوزاء أحد الأيام الأفضل حظاً، ما بعرف إذا عم تهتم بقصة تخص أحد الأبناء أو أحد المقربين، أو عم بتفرحك أخبار، أو عم تقبل اعتذارات. أنا بعتبره يوم جيد لحركة تغيير أنت تسعى لها. أنت أكثر هدوء، أكثر فعالية، يعني عم تأمر، عم توجه، خاصة إذا كنت مدير أو يعني بتقدر أنك تأمر وتوجه فعلياً. اليوم يوم إيجابي على فكرة. إذا عم تحلم لك بشي ورقة لازمتك، فاليوم كتير مناسب. مولود برج السرطان اليوم صداقاته هي اللي الأفضل، أو علاقاته بالآخرين، رغم أنك مكركب شوي عائلياً، بس لا، أنا بقول الأمور اليوم إيجابية. عنده 3-4 أيام في شي عم يدعمك، عم بيقدر جهودك، عندك هيك فرض لآرائك، يمكن نتائج هامة لمصلحتك، يعني اليوم أحد الأيام الإيجابية اللي فيها إنجاز. مولود برج الأسد، أنت اللي مو كتير مرتاح، محيطك اليوم شوي مانو متجاوب، أو نوبة غضب، أو القصة محتاجة شوية جهد على شوية دبلوماسية. هلأ خفف من حدة استيائك اليوم من أمور ما كتير ضابطة معك، ولا يعني تتذكر مساوئنا فجأة وتنسى حسناتنا. مولود برج العذراء اليوم 100,000 قصة شغلته، حط قدامك جدول لإنهاء مهامك، كأنه رايح على البيت مثلاً بعد الدوام بساعات، يمكن شغل كتير، حس حالك شوي هيك بالعمل في جدال أو أخذ وعطاء. أنا برأيي إنه ما في شيء سيء، بالعكس عندك مسؤولية قصوى هاي الأيام، بس محيطك متطلب أكثر مما يجب. هلا يمكن لازم تنتبه شوي صحياً. مولود برج الميزان اليوم مؤثر على الآخرين وما عنده توتر، بالعكس عنده هدوء، رواء، ابتسامة، ضحكة، تهدئة للأجواء، شرح لوجهة نظره. حتى إذا عندك اجتماعات اليوم الأفضل للاجتماعات، لتقود محيطك إلى الأفضل لأخبار مطمئنة ربما تحمل السعادة. مولود برج العقرب اليوم أنت اللي قلقان، كأنه محتاج هيك حدا حنون يطبطب عليه، فشوفوا إذا عندكم أصدقاء عقارب، حاولوا اليوم تكونوا هيك مطمئنين لألون أو مصدر سعادة. لا تتملص من مسؤولياتك، عندك شوية تفاصيل صغيرة مضايقتك، ما في شيء سيء إذا أنت ملاحظ. أنا برأيي الشهر أفضل كتير من الشهر الماضي، بس إنه نقع بالأخطاء هذا وارد دائما، يعني فحاول إنه تنتبه إذا وقعت لك بشي غلط إنك تعتذر فورا.
مولود برج القوس اليوم عم تعدل خططك بحيث تكون متفائل، يوم جيد لك لتفرح بالتفاف الناس حواليك، يعني عم تسعى لنوع من أنواع التغييرات، واليوم سعيد بأخبار، بلقاءات، بلمة شمل، بشغلة العلاقة، بانتعاش بعلاقاتك الشخصية، يعني في عندك قصة إيجابية، في ثقة بنفسك وبمحيطك. مولود الجدي عم بيناقش بعض الأمور المالية، والحقيقة يعني نوع من أنواع البشائر إذا أراد رب العالمين وبشارة إن شاء الله، الأمور جيدة جداً لك على الصعيد المالي. طبعاً صار لك شهرين مو مرتاح مالياً، أنا برأيي الشهرين الجايين تعويضيين على الصعيد المالي، بس حاول تخفف صرف لأنه صرفك عم بيكون أكثر مما يجب. بس هاي الأيام أيام يعني للطالب بحقوقك المالية ولتنالها. مولود برج الدلو اليوم القمر ببرجك، مما عم بيخليك إيجابي، بقى ما بعرف إذا عم تفكر بجديد، طفل جديد، عقار جديد، عمل جديد، قصة عاطفية ممكن تكون جديدة وجيدة، لأنه هاي الفترات فعلياً يا في زواج لأحد أحبائك أو لألك بشكل شخصي، أو أمور عائلية إيجابية، أو عندك وقت لتصلح بعض الأخطاء. هاي قصة جميلة جداً، كلنا نخطئ على كلنا. مولود برج الحوت اليوم في عندك قلق، أمر صغير ممكن يقلمك أو يزعجك، ما بعرف قدي أنت متأكد من خياراتك، بس لا تأخذ هاي الأيام قرارات أو خيارات ما أنك متأكد منها، شوي انتبه على أمورك لأنه في عندك فيها هيك نوع من أنواع الكركبة. خليني عايد مولود اليوم، مولود 7 وأتمنى له السعادة، شخص حنين هادئ واثق من نفسه، منظم، أعصابه باردة، صموت، محب لعمله بيته، مخلص لزوجته، رومانسي، محب، يمنح أعضاء عائلته كل الاحتياجات اللازمة، ينتبه إلى مصلحته، متوازن بمصروفه وتصرفاته، ميال للكسل خاصة مساء، أصدقاء قلائل، أشياء ثابتة ودائمة، محب للصور والتصوير. طبعا هاي القصة ما لي علاقة فيها أنا إطلاقا، بس هو هيك يعني مولود برج مولود 7. طبعا سنة كتير مهمة بالذات بالعمل، هلأ الشهرين الجايين للعمل والمال بامتياز، بس كمان وجود الزهرة ببرجك عم بيخلي أمورك العاطفية جيدة وإيجابية، فالله يقدم لك في الخير ويفرح قلبك يا رب. آمين يا رب. يوم عيد ميلادي عم تقري الصفات كلهم كويس كويس، قالت العماني كاتبة ولا وحدة مو كويس ونطلع عيد ميلادك. هلا شو الوضع؟ والله ما في منه. والله كمان ما لقيت شغلة سيئة، بس هو عموما ناقد من الطراز الأول وساخر من الطراز الأول وبخيل وتفصيل عشان تنبسطي. لا تخيل لا، هو يعني لا هو كصفات برج العذراء، يعني هو سيسة برج العذراء صح؟ انه في بخيل بشكل عام ولا لا؟ حبيبتي هو العذراء بخيل، ابخل الابراج، انا وقت بيسالوني العذراء من ابخل الابراج، انه في بس نجده نجده يعني مو انا تماما. هذا اللي بنحكي انه الابراج ما هي ماده رنا، يعني قدر انه خلصنا بالنتيجه، قصدي في اهل، في تجارب، في بيئه. هلا انا اهلي مثلا برج الاسد وبرج الحوت، من وين بدي اجيب البخيل يعني؟ بس يعني اكثر توازنا على كل تمام. ما حكيت شادية بجزدانه بتلاقي صيدلية شو ما بدك، مفكبرة كله موجود، أي حاجة يعني، لزقات جروح عن جد، أكلات بسيارته عن جد. شادية عم تسألني عن أمور، يسعد أوقاتك يا شادية، والله هي حظوظك مساعدة جدا جدا يا روحي، جديا عم بحكي. طبعا أنت أصلا طالعة من شهرين كانوا للتعب، فقد ما بدي أقلك جديا ما حتصدقيني، بس أنا برأيي لو بيضل يوم بهاي السنة يا شادية حتختميها بأفضل مما بدأتيها إذا أراد رب العالمين. فريد 88 عم بيسألني مع إسراء، ما بعرف قدي لازم قلك تحتفظ بهاي الصبية، حاول تبذل جهود جدية، لأنه أولاً علاقتكم صينياً الأفضل، فيها 95% من التوافق، صعيد جوزاء اثنيناتهم نافذي الصبر، عصبيين، بيحردوا بسرعة بس بيرضوا بسرعة. هلأ أنا دائماً بقول لهم جوزاء مع الجوزاء يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحناً، بس انتوا ابراجكم الصينيه ابراج الانجاز، فماني اكل همكم ابدا، علاقه جيده. مصطفى منصور عم بيسالني عن اموره، هلا اذا كان يعني وضع مالي انا برايي او شغل جديد انا برايي ايه كثير وارد هاي الفترات، تداخل على الاشهر الافضل يا مصطفى، هلا الشهرين ثلاثه بياخذوا العقل بالنسبه لك، واصلا دوبك خالص من شهر كان متعب، قلب صفحه وافتح صفحه جديده.
ليال عم تسألني يسعد أوقاتك يا ليال، شكرا لك حبيبتي. المتبقي مستني جيد ماليا عاطفيا، ليس هذا جيدا يا ليال؟ الله يفرح قلبك يا رب. سماح بنت نجوى، يعني هي السنة السفر العالمية يا سماح، جديا يعني هي السنة أنا بقول لهم في فراق عندكم كبرج فراق، فيعني سفر يا رب العالمين يا رب. الله ييسر لك ويسهل امور الجميع يا رب ويفرج هموم الجميع. امين. يسعد اوقاتكم. امين يا رب. اوقاتك ينعاد عليكي بكل خير. الله يسلمكم يا رب. اي لاف يو. بعمرك نجلة ويخلي لنا اياكي. الله يسعدكم. الله هيك كل ايامك بتضل ضحكتك على وشك مثل العاده. جميعا جميعا. امين. كل شكرا كثير لك.